مرحبا بكم في الوحدة الثالثة من دورة OpenMed. دورة OpenMed عبارة عن مقدمة للتعليم المفتوح للدول العربية ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتركز الوحدة الثالثة على كيفية بدء التدريس والتعلم من خلال الموارد التعليمية المفتوحة والدورات المفتوحة المتاحة والمنتشرة انتشارا واسعا على الإنترنت والمعروفة باسم الموكس. بعد اجتياز هذه الوحدة ستكون على دراية بالخصائص الرئيسية للموارد التعليمية المفتوحة المعروفة باسم OER، وسوف تكون قادر على البحث بكفاءة وفاعلية على الموارد التعليمية المفتوحة ذات الجودة عالية متعلقة بالمواد الدراسية التي تقوم بتدريسها. وعلاوة على ذلك سوف تتعلم كيفية إعادة واستخدام أو تعديل وتغيير الموارد التعليمية المفتوحة، وكذلك كيفية إنشاء وتبادل الموارد التعليمية المفتوحة الخاصة بك. وبالمثل فإن هذه الوحدة ستعرض لكم الطرق التربوية المختلفة لتصميم الموكس، وسوف نقدم نصائح حول كيفية وإمكانية دمج الموكس في التعليم داخل الحرم الجامعي والمدارس والمعاهد. في هذه الوحدة سيكون لديك الفرصة لاستكشاف مجموعات مختلفة ومواقع على الإنترنت تقدم أنواع مختلفة من المواد المتاحة في الموارد التعليمية المفتوحة. على سبيل المثال للحصر، الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لدورات المفتوحة بالكامل والكتب الدراسية. ومن خلال الجزء العملي من هذه الوحدة سوف تكون مطالب بالعثور على الموارد التعليمية المفتوحة ذات الصلة بمجال عملك والتفكير في طرق الاستفادة منها في التدريس الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك سوف يتوقع منك إظهار بعض المحتوى الخاص بك من الموارد التعليمية المفتوحة. تذكر دائما أن هناك منسق للدورة متواجد دائما للإجابة على أي أسئلة وتقديم النصيحة لك للاستفادة من هذه الدورة، وهناك فرصة للتعاون مع الزملاء الآخرين في دائرة التعلم الخاصة بك. ويسعدنا اشتراكك في هذه الدورة التي تساعدك على عمل دورات تساهم في انتشار التعليم المفتوح.